كنت بقول اثنين خالد. كرم يبكي حس بينزل بدون سروال. جماعة شوفوا عمتي كيف عجوزة. لا يا داس الموية. كم تقييمك لشنطتي؟ لا حطي الكيس شنطتي كيدو. اعطيك يا جو. ايش فيه؟ اه لصق اللصقات كيوت. دقيقة بالا صير. طيب جايز شوف خلاص احنا مع الفاميلي خلاص رايحين. دقيقة اللي بنسوي ترند. يلا. اثنين ثلاثة. تخيلوا اكبر واحد فينا هنا مين؟ فينا هنا في الجامعة. ما حد عارف ولا شيء. فاهمين شيء؟ عارفين يا شوفي هنا في دي تو. يلا يلا بسرعة ما في وقت. امزح في وقت والله. بس نفسي مستعجلة يعني وكذا. الحين بقول ستاربكس بقول ستاربكس. اسرع. لا ما خلص بعد. بالله امسكها معاه. صدق يا صوت اكثر من كذا. جا الحار. بنعطيهم الهوية ونوريهم رقم الحجز والاشياء. المهم رقم الحجز. ثقيل الشنطة؟ لا صوري قولي لي عشان يدي يسوي حركات. جماعة الحرمة تبانا اصور لها الشنطة هذه. يلا عجبني لونها. عجبك لونه؟ يلا شوف يعطيك العافية. عفوني يا فارس قصرت شوي. يعطيك العافية. ما قررنا ناكل البيك. ما ادري كيف كلنا فجأة مسكت البيك. صراحة عمتي هي اللي نبى البيك. ها؟ بسحبه ورديان. يلا الطلب جاء. والله الجوع خلاص نسحب عليهم. معليش انا اسفه والله بس الاكل اهم. الاكل اهم. ده يا خنا من يوم ما صحيت ما اكلت ولا شيء. من يوم ما صحيت مسكين. قررت الكاميرا هنا اخش هنا يا مكيف برد علي. يا مكيف برد. احنا ايش نحس لما بعد ما جلسنا اكتشفنا احنا جالسين في مكان مو في مكاننا. تخيلوا فكيت ان الكاتشب والاشياء. كرم تعالي وريهم الكاتشب. والله الصالة حقتنا هناك. يا الله الذبات الخايسة هذه. أنا مضطرة نسمعها طول الرحلة. رب الكعبة المطار الجديد يا إنه يضيع بشكل مو طبيعي. وربي أنا والله متسافرة مع أطفال بزورة. شوفوا ولا أحد عارف إحنا فين رايحين. بنقلب على وجهي كلكم بنقلب على وجهي خلاص. أضطر أمشي مفكرة. تجربة البيك. يلا شوك. لا ستريبس كذا حط جوا. ما كم التقييم؟ كم قيمون؟ 7/10. خير يا جماعة مرة كنت عطشانة رحت حرفيا مترت المطار. المهم في طيارة في طيارة تطير. المهم انه حرفيا كنت ابغى شيء بارد. فتخيلوا رحت ليش طالع سفرتي خايسة ليش؟ واعطتني ثلج بلاش. الله يسعدها يا رب. كده تخيل بلاش قلت لها ابغى ثلج بالله بكم وكذا اعطتني بلاش. الله يوفقها يا رب. 1 2 3 يلا 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 لا حول ولا قوة الا بالله. من جد ابغى ابكي خلاص. شكلي ماما وبابا. يعني الحين بس بسافر مع عماتي اللي هم اخوات ابويا. الحين بجرب شيء. ايش هو؟ ما عندنا هنا ثلج. بحط عليه سي واجي. الولد اعطيني القهوة. ابغى احط قليل. رحامي بيدوق. يلا. كيف الطعم؟ كاتشب. طعم ايش؟ كاتشب. الوضع بحبه. طعم يعني عادي. مو سيء. فوني جربي هذا ورب الكعبة تدعي لي.
آيس تي مع أمريكانو. يلا قولي رأيك، إيش رأيك؟ مرة مطعم. ليش؟ كده طعم تراب. إيش تراب؟ أنا أحس بمنديل. كرم مسي عليهم. صباح الخير، مساء الخير. يلا خلاص، يلا نروح الطائرة. واو، قال لي روزة حلوة. هاي عمتك. عمتك يلا يلا تنزيل الحركة. أنا ما أعرف. طيب على كل ما صور. لا صور خلاص، بس كنت بقول اثنين خالد معلش، يوتيوبر المفضل. نرجع ما كرم فين؟ أخويا أخويا. جماعة شوف، تقول لي تأخرت تأخرت وهي تبغى تسوي نفس حركتي. يا أخي التقليد مشكلة. شوفوا استكراتي، شوفوا ماتشا. اي او ماي جاد، واضح شطاطون شفاف. المهم كم تقييم شنطة من 10؟ 9.5 من 10. لا 1000 من 10. امم خسرت بعضها بسبت هالمكان. يلا ندور على المكان. انا يا عراقي الله اكبر. الله والله العظيم ان المشروب جامد والله. استغفر الله. يا جماعة بدل الاماكن وقفل الباب خلاص، دحين ما يقدر يطردونا. اضغط يلا علمهم علمهم. عزقنا ما نفك الرجاء، ربط الاحتمال انه ممكن نقع. صوت زكريا يحط المايك في حلقه. انا والله في الدوخه. نصيحه لاحد يسافر، حس الطياره تلف زي كذا ترقص. والله خلاص الدرجة تتحرك. ها ترى تسوي زي كذا ولا تهيأ لي؟ كيف تسوي؟ تخلع الحذاء، سترة النجاة، تحتب النوم. اتصل على بابا. طيب بابا بنقلع. بابا قول له مسوي لايك. اي ام اللي سوى لايك؟ الناس. انا مقعد اصور. سوى لايك الناس. خواتي ما تعور. انا وين؟ مال بحرد البيت اتوقع، ما اعرفش. صورت تيك توك مره حلو والله، يضحك ماما وبابا. احنا نحب نقلع بدونكم، بس انه احنا والله ما نحب. لا احبكم انا والله، خلاص كتاب اروح لوحدي خلاص. ومن جد هذه اول مره نسافر بدونهم، ومن جد يعني لا ابغى امي وابوي معي. زين تجربه جديده. حلو 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 حلو. يلا يلا انا اول مره اشوفك مرتك طاقه هنا. السلام عليكم، كيف تكون تيك ريسيت فور تيك اب بليس؟ كرم قرر انه سرواله ينشف. فت اشوف اشوف كرم. ايش هو هذا؟ ترى عادي عادي سروالك، ما راح افسخ لك سروالك اذا خرجت خلاص. ترى الخطوط السوداء هذا من نفس الطياره، حتى من اصور بالجوال كذا يجي. المهم خلاص خلصنا التصوير، شكرا. لسه قاعدين نحاول في سروال كرم. والله كرم كان مسويتان جماعة وربي. شوف عمتي اللي وراي قاعد تقرصني تقريص من أول. عفوني وريهم يدك.
شوف شوف عظمة متوحة. خلاص خلاص صرعتني صرعتني. شوفوا كيف حمر. تخيلوا هنا فوق 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 زي قصة الأمهات اللي في الفخذ. عندنا هنا تدخل من روزة لسروال كرم. قامت قامت أمنا. نعم 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 إيش في؟ لو سمحت أرجع ورا. جيت المضيفة تهاوشنا عشان عماتي تقطع علي من فوق. وصلنا بتجهز بسرعة لأن أحس وجهي مفقع نوم. نمت نوم عميقة. قال ما نحط فيها شيء بس بحط شوية كلوس. يلا كم تقيم الرحلة؟ 10/10 ما عدا هذه القهوة اللي ما بقول اسمها. أسوأ من مال اليتيم. شوفوا كيف. 10/10 ليش؟ قولي ليش؟ ليش؟ عشانك كنت معانا. شكرا والله شكرا شكرا. شوفوا عمتي كيف عجوزة. هي مرة تصير طفلة مرة تصير عجوزة على حسب المزاج. اللبان في الحياة هذه. اللبان بنخرج بس احنا اخر ناس. تخيلوا احنا اخر ناس. كرم كرم من اول يدعي. هاتيتي امسك لكم الجوال. يلا اهم شيء الاستيكرات اهم شيء. ثانك يو شكرا. يلا خلينا نطلع ارجع اخذ اغراضي لو سمحتوا. بس هي بالعصير هنا خلاص انصرعت. السلام الله يسلمكم. ساعدوني للطلب فيه كذا. دقيقة بس الإجراءات. إيش؟ نظارة شيبة. نظارة إيش؟ إيه والله محل. الكابتن طيارة طيارة طيارة. قرب روح طلنا روح طلنا. لقينا أنت تستطيع. يلا 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 خلاص كذا اقول لكم هلا والله من وسط الرياض جابك الط. خلاص خلاص خرجنا الحين بنروح بيت عمتي لانه احنا بنجلس في بيتها. هي عندنا اهلنا بالرياض فهمتوا. خلاص جاهزة عمتي لسه ما وصلنا. خلاص وصلنا البيت. يا الله